مين بقى اللي دخل عليها 3 مرات وانا نايم؟ نفسي افهم انت بتحس بينا ازاي وكمان عددهم. شغلي يا ابني، لو دبانه دخلت منطقتي لازم ارصدها. طب ما قلتليش ليه؟ كنت انا عملت لك القهوه. طب سبتيني انا اعمل الشاي بلبن ليه؟ لا انت مش مهم، هو لازم يرتاح كده وكلنا نخدمه. مش هنخلص احنا النهارده. ماشي يا ست الكل. بص يا سيدي، انت اول ما تصحى من النوم كده انت عليا وانا هشيلك من على الارض، شيل وديك مطرح ما تحب، المطبخ، صالون، بلكونه، براحتك انت خالص. تمام كده؟ كده حلو.